الشيطان يا جماعه، انا محبوس في رمضان، ما بخرجش، متسلسل مسجون. النفسنه والحقد والغل والبص في رزقك والزنبجه والخبوره والصب في مصلحتك، كل ده انا ماليش فيه، انا ماليش فيه، انا محبوس. كل اللي بيحصل ده من جارتك ومن زميلك في الشغل، من حماتك، من حماتك، انا مالي، انا مالي، بتدخلني فيه ليه؟ ماليش فيه، ماليش فيه. الرجل انا بره الموضوع ده، انا شهر كامل ماليش علاقه فيكم ولا دريان ايه اللي بيحصل. في ناس منكم وفي وسطكم بتشتغل باسم وبتستغل اسم الشركة، عيب عيب، ده انا الشيطان، ده انا تريد مارك، تاخد شغل وتشتغل بيه ليه؟ ليه؟ انا يا جماعة لا غليت اسعار ولا رفعت سعر البنزين ولا غليت سعر تذكرة المترو ولا عملت 54 مسلسل فيهم 6450 مشهد سيكو سيكو في رمضان، ماليش فيه، ده انا اللي عملت الحاجات ديت، وانتوا مش بتقروا قرآن وعارفين في الدين وعارفين انا محبوس ولا ايه؟ هو انا اللي شلت المصاحف في المواصلات؟ حرام عليكم، حرام عليكم، كل حاجة اشتغلت 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 اهو، البعيد ما بيشوفش، محبوس محبوس. اقولها لكم بايه؟ افهمها لك ازاي؟ انا لا بضرب مدنيين، انا لا بضرب في اليمن، انا لا بطلع طيارات تضرب في ليبيا، انا لا فارض حصار على غزه وبموت الفلسطينيين وقافل عليهم، لا حد بيتعالج ولا حد بياكل ولا حد بيشرب ولا داخل ولا خارج، انا محبوس، انا نفسي متحاصر، محبوس، مقفول عليا، انا لا عملت حصار على دوله عربيه، انا لا بعمل تطبيع مع الصهيونيه، انا لا حبست العلماء، انا لا حبست الامراء وخدت فلوسهم وعبيت في كرشي واكل واشرب زي الامراء، انا شطاني كبير يا حبه ميه نار وشويه فحم، ما بعملش حاجه بالفلوس، انتوا اللي بتعملوا. بعد رمضان انا بخرج وبمارس شغلي، هو سويسلك بقولك كلمتين حنينين، تحن تميل، لكن الشغل الاساسي مش بتاعي، الدليل ان انا محبوس والعجله لسه شغاله، هو انا اللي افرجت على النخنوخ؟ هو انا افرجت على البلطجيه؟ هو انا اللي حبست المظاليم؟ هو انا اللي بحط السيخ المحمي في اسامي الشرطه في صرصور وهدني ناس؟ حرام حرام عليكم، كفايه الغلب اللي انا فيه، كفايه الحبسه اللي انا فيها، انا لا جايب دباديب ولا نصبت على الخطيب، ماليش في الكوره اساسي، ماليش في الكوره، ماليش في اللعب، ماليش في الهزار، انا ما اتنزلتش على الاراضيه، انا ما بعتش الغاز للصهيونيه، انا ما افرجتش على البلطجيه، انا ما حبستش الناس ستات ونسوانجيه سيساويه وثورجيه، ليه؟ مش كل حاجه الشيطان، انا لا فاتح جمعيه خيريه وبجوب من الناس تبرعات عبي في كرش وقول مصر ما فيهاش فقير واحد، ما باخدش الفلوس دي واسلكها سلكاهم من بره مره، انا بقولكوش اتبرعوا المستشفيات خارجيه واخد الفلوس ليا، انا شطار، انتوا اللي بتسرقوا فلوسكم منكم فيكم، انا محبوس محبوس وغلبان، العيال السيسي اللي كانت بتقول انا ما بصليش الشيطان بيوسوس، اصل انا بشرب سجاير الشيطان بيوسوس، يا الشيطان محبوس، امال انت اللي بتعمله ده بنفسك انت؟ وقال ايه تمهل مهلا مهلا يا رمضان ونايم وصاحي المغرب، طب قوم اصحى اقعد مع رمضان شويه، واللي في الحبس مش زي اللي بره، والمعلم اللي راح صلى التراويح اول يوم وبعد كده انتخ، مين اللي هنتخك؟ انا ومسكينك وقلت لك انتخ كداب كداب في اصلي وشك، الحراميه اللي في الاوتوبيسات والحراميه اللي في الوزارات والحراميه اللي في المناصب والحراميه اللي في الشرطه والجيش، انا اللي بوسوس واقول لهم اسحبوا الكداب في اصلي وشك، عمري ما صبيت في مصلحتك في رمضان وتصب في مصلحتك، انا حبيس ليا في الشرطه ولا الجيش، نتقابل بعد رمضان وبزمنكم حاجه، نونو نونو على الشيطان، نونو نونو على الشيطان، مش كل حاجه الشيطان الشيطان.